النهارده حلقة مهمة جدا هتستفاد منها ان شاء الله، وما تعملش اعجاب الا ان شاء الله ما تستفاد منها. ما تنساش من الاشتراك، اعمل كوباية شاي بسيطة، اقعد معايا نتابع الخطوات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نقطة مهمة جدا وحد فاصل بين الزبون وبين الصنايعي او بين العميل والصنايعي. تمام، هنوضح ايه الواجبات اللي على العميل والواجبات اللي على الصنايعي والفرق بينهم، وازاي تميز العميل كويس من العميل التاني، وازاي تميز الصنايعي الكويس من الصنايعي التاني. هنبدأ مع بعض بالورقة والقلم ونوضح كل شيء. تمام، مع بعض كده ان شاء الله. الزبون الصنايعي، هنتكلم عن نقط مهمة جدا مهمة جدا. الزبون رقم واحد، مستوى الزبون. الزبون مثلا عايز يشطب تشطيب، مثلا كان شعبي او كان عاوز مثلا يشطب تشطيب عالي اللي هو مثلا بنقول على اللوكس او سوبر لوكس، كل واحد من دول ليه مستوى في التعامل، في التعامل وفي الايه التشطيب. جميل. انا اول ما المفروض مثلا انا كصنايعي اول ما يخش عليا مثلا الزبون افهم منه محتاج ايه. اولا من نوع التشطيب، وعن طريق نوع التشطيب ابدأ احدد الخامة. خلاص، ده الزبون افهم هو عايز ايه، افهم ان الزبون محتاج ايه، او الزبون نفسه يفهم محتاج هو يشطب ايه، عشان ما يفوجئش يلاقي نفسه داخل في شجرة او جه على بند وضد بند تاني. تمام، افهم حاجة وعايز ايه. هنجيب نقطة هنا ونقطة هنا. النقطة عند الصنايعي، الزبون قبل ما يتعامل مع الصنايعي يعمل ايه؟ يسأل عنه ويشوف حد مصدر ثقة ايه يرشح له صنايعي. وخلي بالك شد التخميط خط تحت كده. ليه بقى؟ انت بتيجي على النت، دي البند ده مشترك بين الاثنين، بتلاقي زبون ما قام منزل صورة صنايعي، وان الصنايعي ده نصاب، وان الصنايعي مش عارف كذا. واجب علينا احنا قبل ما نعمل الكلام ده كله نخش جميعا نرد عليه. ايه اللي حصل؟ ظروف الاتفاق. اول حاجة ظروف الاتفاق. على ذلك ممكن الزبون يتفق على حاجة ويجي يفاجئ الصنايعي بحاجة تانية خالص، يبقى الصنايعي في حاجة مظلوم. ماشي، وممكن العكس، ممكن الصنايعي يكون اتفق على حاجة وعمل للزبون حاجة تانية. نفهم ملابسات الموضوع وبعد كده نبدأ نحدد مين المظلوم. مش لازم نخبط في الصنايعي ونحسس الزبون ان الصنايعي غلطان. زي مثلا لقيت صورة نازلة عن باب والباب مفارق من هنا ومدخل نور ومش عارف ايه والكلام ده كله، وممكن يكون الباب ده سوقي والزبون او مستعمل. قام عامل ايه؟ قام الزبون ده هو رايح لمثلا لصنايعي مبتدئ، وممكن كمان ما يكونش نجار على فكرة، نجار. ونرجع نظلم النجار، وهو اصلا ما هوش نجار، ممكن يكون كهربائي ومشغل دماغه، ممكن يكون سباك شرح نفس النظام، او ممكن يكون الباب نفسه قديم
ما نزلمش النجار، افهم ملابسات الموضوع وحافظ، والصنايعي يحافظ على زميله. ده كلام كويس ماشي. انا كمثلا كزبون بقى، الزبون لو الزبون هيجيب الخامه هو اللي هيجيبها، يبقى كده الصنايعي، شبه بامان، والله خاماته هو اللي جابها. لكن بعض مثلا بعض المهن زي النجاره فيها خامات كتير، الصنايعي بقى يجيب ورقه كده اهو، يجيب ورقه ويكتب فيها مثلا اولا الخام، والزبون زيه نعمل ورقه كده الخام، مثلا هشتغل انصلته مثلا رابع او خامس او سادس، وكل حاجه من دول ليها سعر. هعمل ايه؟ مثلا هعمل حلق إيه، مثلا هعمله 2 في 6 بيكون كذا، بيكون مثلا بيساوي 2 في 6 ده اللي هو 5 سنتي في 15 سنتي. طبعا ال 5 سنتي ده بعد المسح بيصفى مثلا على 47 او على 46، وده بيصفى على 14 وايه ونص، بيصفى على ايه؟ على 14 ونص. يبقى اول ورقه كده، اول ورقه قلنا ايه؟ الخامه. الخامه كام؟ الخامه مثلا انصلته رابع او خامس او سادس، وكلهم ايه؟ وكل دول، لهم ايه؟ سعر. تمام. هنفهم مثلا ان كان هيشطب مثلا بؤج واوتار، يعني مثلا حلق 2 في 7، يبقى كده الحلق اصبح اغلى. ما قومش داخل طخ 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 رافع مقاسات والموضوع خلص، ومفوجئ ايه ان انت اصلا كان الزبون متبتهاله انت بتدفع على 2 في 7. لا، وضح، اكتب، قول له انا هعمل 2 في 6، او قبل ما اكتب ده كمان حضرتك هتشطب ايه؟ او الزبون يقول له انا هشطب، برضه خد بالك البنود دي مشترك فيها الاثنين، انا هشطب مثلا بؤج، يبقى حضرتك في الحاله دي احنا هنركب، هنعمل حلق 2 في 7 اللي هو 5 سنتي في 17 ونص، ده بيصفى 5 سنتي على 47 4 7، وده بيصفى على 17 سنتي. تمام؟ دي اول بند. ان كنت كان مثلا هيعمل في الابواب، في الابواب دي مثلا الابواب هيعمل كاتم صوت، اللي هو الكاتم صوت ان كان هيدفع حوله في الافريز او كان هيتعمل دبل فيس لزق، بتفهم كل ده وتحدده والاثنين يكتبوا، هتلاقي الشغل ماشي جميل وببساطه وبسلاسه. تمام؟ طبعا الخامات اللي هو الاداء الانسولتو ده اللي هو السويد، الخامات دي كلها طبعا الزبون هيقول لي طب انا هعرفها ازاي؟ عموما كده عشان كزبون تبقى عندك فكره، الخشب السويد بيبقى العقده اللي في الخشب بتلاقي العقده دي سمراء الدايره، وممكن تكون دوائر صغيره او دوائر كبيره في كبيره في كبيره في كبيره، كل ما العقده تكبر كل ما تعرف ان الخامه ايه؟ اقل شويه، وتكون ايه؟ سوداء وصلبه صامته. ماشي؟ تمام؟ او تميل، بلا مش سودة قوي، او تميل الى الايه؟ تميل الى الصفار مثلا. دي بالنسبه لايه؟ للعقد. وتكون العقده اللي في الخشب، ماسكه نفسها كده، ايه؟ صامته. ماشي؟ ما يكونش ضعيفه. خلاص، كل ما تكون ضعيفه كل ما يكون الخشب رديء. وانا برضو هحاول اجيب النماذج في فيديو تاني ان شاء الله واوريلكم الفرق. ماشي؟ هنتكلم في حاجه سريعه كده، او يعني هبسط الكلام اللي فات ده عشان ما نهربش من بعض. هبسطه في ايه؟ ان احنا دلوقتي قلنا عندنا الزبون او العميل، شوف في ناس بتزعل من كلمه الزبون دي، وعندنا الصنايعي. خلاص، الاثنين اول حاجه فيهم ان الزبون ده اهو
دول البندين اللي هم مختلفين فيهم بس. يتكلم عن مستوى ايه، يتكلم مع مستوى التشطيب مع ايه، مع الصنايعي، وايه ويعرفوا هيشطب على مستوى ايه. الصنايعي واجب عليه هو والزبون، هو والعميل، يكتبهم كل شيء يتم الاتفاق عليه. البند برضه اللي بينفبت بيه العميل يسأل على الايه، على الصنايعي. مش هنعيد الكلام تاني، بس انا بقى ايه حبيت اوضح الكلام، لان كل الشروط اللي جايه مشتركه بينهم. هنرجع تاني لموضوع العقد بتاعه الخشب. قلنا عندنا او هنتكلم عن انواع الخشب، نجيب الكلام مظبوط بقى. انواع الخشب عندنا سويد وروسي وبياض. كل مرحله من دول مرحله مهمه جدا. السويد في رابع وخامس وسادس، يعد الرابع والخامس افضل وانضف. مش هقول لك بقى مناشير والكلام ده كله عشان خاطر ايه العميل ما يتوهش مني. الصانع ممكن هو اللي ايه اللي يفهم شويه. احنا طبعا احنا دارسين الكلام ده كله قبل ما نشتغل، دارسينه كله وفاهمينه، بس انا بوضح حتى لو في صنايعي مش فاهم يعرف. خلينا تمام. الروسي في درجات تكاد تكون مساويه للايه، للسويد، ولكن البعد عنه ايه، بعد عنه افضل. طبعا احنا هنرجع في نوع الخشب ده، هعرفك تشتغل باي نوع على حسب باقه التشطيب. طيب يعني ممكن واحد يقول لك انا عندي شقه 50 متر، شقه 60 متر، شقه 70 متر، شقه مثلا 100 متر، وعايز اشطبها مثلا ايه 100 متر مثلا. كتير ده يعني، اصل ال 100,000 دول هيبقى كتير قوي. يعني هنتكلم لحد 80 متر مثلا، وعايز اشطبها ب 100,000 جنيه مثلا. عايز اشطبها ب 100,000 جنيه، هكلمه في امور كتير، وفي امور كتير مثلا هعدي منها ممكن توصلوا المبلغ. في ناس يقول لك ازاي، ايوه اللعب في الخامات ممكن يعمل فرق غير طبيعي، وهجيب لكم نماذج حقيقيه اتعملت. تمام. والبياض، البياض ده طبعا ممنوع 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 الشغل به نهائي. له شغل معين بس ايه، افضل بلاش الشغل منه نهائي. تمام كده. اتمنى ان الزبون او العميل يكون اتوضح عنده مثلا فكر معين عن الكلام ده. وان شاء الله هجيب برضو ثلاث الانواع من الخشب ونوضح الفرق بينهم. تمام. يبقى الزبون يسأل عن الصنايعي كويس، او يرشح مصدر ثقه كويس، او كان هيتعامل مع مهندس، او كان هيتعامل مع مشرف كويس. على فكره يا جماعه، في واحد ممكن يكون مشرف عنده خبره احسن من مهندس بمراحل، وهيوفر عليه مبالغ كتير. ده هيرجع معانا برضه لو مستوى الشقه ب 100,000. ما انا مش رايح اجيب مهندس هياخد لوحده 50-60,000، او ياخد له 20,000 او 30,000. ممكن ادور على مشرف بخبرتي مثلا وسؤالي للناس المصدر الثقه، اقدر اشطب بال 100,000 دول واعمل حاجه كويسه. تمام. يبقى احنا قلنا المبدا الرئيسي والاهم بقى عشان خاطر نختم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. الاهم، الكل يكتب سواء العميل او الصنايعي، او العميل يكتب ويدي نفس النسخه دي للصنايعي، او الصنايعي يصورها بالتليفون وتبقى معاه على التليفون. هيكتب نوع، يكتب الخامه واحد، الخامة اتنين، مستوى التشطيب اتنين، مستوى التشطيب ثلاثة، ميعاد
ميعاد الاستلام، استلام. وخلي بالك النقطة دي مهمة جدا عشان تبقى عارفين، مهمة جدا. وعلى فكرة أنا ممكن ميعاد الاستلام ده أعمل عليها حلقة لوحدة. أربعة نوع الاتفاق. يعني ايه نوع الاتفاق؟ ممكن الزبون يقول مثلا معلش انا عايز الم الشغلانه، عايز مثلا اعمل حاجه وسط، دي اقل اعلى حاجه. كل حاجه من دول لهم وضع، وتفق مع العميل وتفق مع الصنايعي. كل ما يخص الاتفاق، كل شيء خاص بالاتفاق يكتبوه 1 2 3 4 لحد السعر المتفق عليه، والنقاط المحددة في الشقة. بمعنى يعني ايه النقاط المحددة؟ يعني مثلا الشباك ده هيدهن، الشباك ده مش هيدهن، مثلا ده هيدهن أسطر، ده هيدهن لاكيه، ده هيدهن ديكو. الحاجة كل ما يخص الاتفاق لما يجوا يتحاسبوا من الاخر يتحاسبوا على الحاجة الموجودة. والافضل العقد شريعة المتعاقدين، عشان نكون وضحنا. طول ما انت بتكتب وموضح اختلف معاك الصناعي. وفي نقطة برضه، في نقطة عشان مش عايز الصناعية يزعلوا، او مثلا احنا اتفقنا على مبلغ معين مثلا وليكن 2000 جنيه، ما يقومش الزبون بيدوله 2000 جنيه كلهم، مثلا ياخد 1000 ماشي. وكل ده يتذكر فين؟ في العقد. وكل قد ايه هديله قد ايه، مثلا اعدي عليه كمان اسبوع اشوف في جديد او مديله جزء. احنا مثلا على 2000 جنيه مدتنا اسبوعين مثلا، خلاص عد اسبوع لقيت في شغل جامد اديله ايه، مثلا اديله جزء بسيط. عاد نص الاسبوع الثاني لقيت فيه اديله جزء بسيط، واسيب له في الاخر مثلا 500 جنيه يخلص اديهم له كله، ما يكونش فيه اي اختلاف. كده الزبون ما جاش على نفسه وما جاش على الصنايعي، وكده الوضع بقى كويس. ما تدلوش فلوسه كلها ترجع تلوم نفسك، وما تدلوش حاجات قليلة ما يعرفش يشتري خشب. الخيب الأمور الوسط. بالنسبة للنجار أنا اتكلمت فيها بحكم أن معظم الصناعية هم اللي بيشتروا الخشب، أما بالنسبة لباقي المون مثلا زي النقاشة بند النقاشة الزبون مثلا الصناعي بيجي معاه وبيقوله ده نضيف، لكن الزبون بيختار على حسب السعر اللي هو عايزه. نفس النظام المحارة، الأسمنت والرمل الزبون اللي بيجيبه، والجبس نفس النظام، هو الصناعي بيقول له أنا عايز نوع كويس نوع كذا والصناعي بيجيبه. ونفس النظام بالنسبة للكهرباء بيقول له أنا عايز كابلاس كذا، عايز كذا سلك كذا ملي، كذا مش عارف كذا ملي، وده هشده للسخان محتاجه كذا ملي، والكلام ده كله تمام. الحلقة دي كانت حلقة مبدئية تمام، مبدئية، وإن شاء الله في المراحل اللي جاية هعرفك إن شاء الله تستلم استلم الشقة منطقة أو مرحلة من بعد البناء وهي على الطوب الأحمر لحد ما تستلمها والأساس فيها موجود. أي معلومة حابب تستفاد أو تسأل فيها سواء كنت صنايعي أو عميل، أنتظر في التعليق إن شاء الله، وبفضل الله عز وجل أجب عليك. أرجو أن يكون المحتوى محتوى مفيد، وما نكونش حيزنا لطرف والآخر. السلام عليكم، لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك.